كتبت هذه القصيدة في ذكرى معركة المنصورة، والحديث فيها إلى لويس. أعظم بدار وهي نعم المنزل، قد أسفرت عما يبيد ويقتل. أعظم بدار وهي نعم المنزل، قد أسفرت عما يبيد ويقتل. جنات عدن، جنات عدن، والجداول حولها نار تلظى، إذ يصول الأفحل والنيل يجري تحتها، والنيل يجري تحتها، فمزاجه فلك تدور وبارج تتزلزل. وترى الحقول زهورها وثمارها طرف الزبرجد شفهن أصائل، لكنها يوم الكريهة أمقة في وجه أعداء البلاد مناصل. يا غر من أغراك تطلب حربنا، يا غر من أغراك تطلب حربنا، ما كل من خاض المعامع باسل. نالتك من أم الخبائث ثورة زانت لك الآمال وهي مخايل. أظننت يوما أن تنال حياضنا؟ إن الغرور خدين سوء قاتل. دمياط تشهد، دمياط تشهد، والمدائن حولها أن الفرنجة والأميرة جندل. وسل الشوارع، وسل الشوارع، دورها وقصورها، هل نام أهلك حين عنا الجحفل؟ هذه ديار إن يشأ أحداثها أن يعتلوا عرش الفرنجة يعتلوا. فهم الأشاوس حينما يشرى الوغى، وخصومهم عند اللقاء نواكل. وخيولهم مثل النسور جوارح، وسيوفهم تجلو الظلام مقاصل. وإليهم المجد انتهى، وإليهم المجد انتهى، فلو انبرى كل الورى من بعدهم ما طاولوا. ألويس تدري، ألويس تدري، قد أطال بقاءكم صفح يصول، وقد تنمر باطل. وسماح قوم قد أعز لواءهم قول النبي الهاشمي الفاضل. فلو أنهم في معزل عن دينهم ناحت عليكم مارجريت وولول. لم يغرهم، لم يغرهم، ضل الأنام أو اهتدوا، ما إن ينادي الجد حتى يقبلوا. فارجع ذليلا، فارجع ذليلا، قد بلوت قتالنا، واخسأ طوال الدهر لا تتطاولوا.